ضيف مين؟ أنا ما كبرتش وعلمت وصرفت عليك دم قلبي عشان تيجي في الآخر تقول لي أنا هسيب الهندسة واشتغل ممثل. إيه عايز تشتغل أراجوز؟ لا يا بابا أنا مش مصدق الكلام اللي حضرتك بتقوله ده أبداً. حضرتك لو عايش في الثلاثينات مش هتقول لي كده. بلا ثلاثينات بلا أربعينات بلا كلام فاضي. واسمع اللي بقول لك عليه. أنت من بكرة تسيبك من اللي أنت بتفكر فيه ده خالص. وتركز بقى في نفسك وتفوق وتشتغل الشغلانة الصح بشهادتك الهندسة اللي تعبت على ما خدتها وتدور على بنت ناس محترمة أصيلة تحفظك وتصونك وترعاك مش روح تجيب لي واحدة تباتلك برا البيت وتقول لك معلش بس عندي تصوير. الله العظيم يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني يا حبيبي افهم بقى عالم التمثيل ده بيلمع من برا إنما من جوه بعيد عنك مليان بلاوي واضطرابات وتعب نفسي ووجع قلب شغلانة ملهاش مستقبل ومش مضمونة ومش محترمة. ايه رأيك بقى؟ انا كنت بسيبك تعمل كده جنب دراستك عشان تتسلى تفك عن نفسك انما تيجي دلوقتي وتقول لي اشتغل ممثل لا او الف لا. يا ابني يا حبيبي انا مش بعمل كده عشاني انا بعمل كده عشانك انت. ما هو برضه لازم حضرتك تعرف أنا مش هينفع أبقى موظف، أنا مش هعرف أبقى مهندس بيشتغل في طوب وحجارة وأسمنت، أنا معرفش أكون غير ممثل. أمال دخلت كلية الهندسة ليه؟ عشان دي كانت رغبة حضرتك، وأنا ما حبيتش أضايقك. واللي بقولهولك دلوقتي ده رغبة حضرتي برضه، ومش عايزك تضايقني، عايزك تريحني وتسمع كلامي. هتشتغل بشهادتك، وإذا كان على حكاية الوظيفة أنا معاك يا سيدي، ما تعملش بلاش وظيفة يا سيدي. أنا مستعد أساعدك تفتح مكتب هندسي محترم وأشوفك مرتاح ومبسوط وأحمد ربنا إني عرفت أربي وأموت أنا مطمن عليك يا ابني. وبالمناسبة ده آخر كلام بينا في الموضوع ده آخر كلام. وإنت بقى خلاص سلمت وقررت إن أنت تنفذ كلام أبوك من غير ما تدافع عن حلمك وعن مستقبلك. يعني أنت عايزاني أعمل إيه يا لبنى؟ عايزاني اقف قدام ابويا بعد العمر ده كله واقول له لا؟ لا عايزك تتكلم معايا تفهمه اللي بيقوله ده غلط وان الزمن ده اتغير. قلت ورغيت وحكيت لحد ما زهقت. تقصد استسلمت؟ يعني انت دلوقتي أبوك يمنعك إن أنت تمثل كده يمنعك إن أنت تتجوز ممثل صح؟ يعني هو ده اللي حصل؟ طب إحنا قاعدين هنا بنعمل إيه؟ أقولك إحنا قاعدين هنا بنعمل إيه؟ جيت تودعني يا خالد صح؟ جاي تقول لي امسحي كل اللي ما كان بينا باستيكا. امشي يا خالد امشي. امشي وروح اتجوز ست بيت محترمه. اطبخ لك بطاطس وتحط رجلك في ميه سخنه وانت راجع من وظيفه شايل بطيخ على كتافك. انسان يا خالد بس انت عارف المشكله في ايه؟ المشكله ان انا عمري ما هقدر انساك. انا على اول يوم اللي انا عمتك فيه وشفتك فيه لبنى انت رايحه فين؟ اوعى لبنى
اللي فكروا بيك بعد الزمن ده كله؟ ما انا بس عايزك تفهم الموضوع يعني عشان انت ايه اللي فكرك بيه؟ انت رجع ليه الحياه الموبوءه دي؟ يا ترى ايه اخبار حياتك المستقره؟ ايه اخبار الزوجه المحترمه اللي قاعده مستنياك في البيت؟ يا ترى انت سعيد بحياتك الجديده؟ ولا يا اخي حتى مش سعيد مش فارقه معايا في 60 دهله يعني؟ طب عشان خاطر تديله فرصه. فرصه ايه وسفت ايه اللي انت بتقوله دلوقتي؟ انت جاي ليه؟ على فكره حياتنا بقت حلوه قوي بعد ما انت مشيت. وحشتني قوي يا لبنى. يا اخي وحشتك ايه وسفت ايه؟ ولا عرب؟ يا لبنى طب افهميني بس. هفهمك استني اسمعيني طيب. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات ما تخليش حاجة تفوتك.